احنا رانا في الجمعه، وبالطبع احنا متالمين من هذا المنع الذي يتواصل جمعه اثر جمعه. انا حر، حر شرعا وقانونا، حتى في القانون وفي الدستور نصلي وين نحب، ونروح للولايه التي احب، ونجالس الناس. هذا عندكم انتم الان قائد المخابرات السابق توفيق كان في السجن العسكري بالبليده، هو وطرطاق وهو وشقيق الرئيس، وكانت معاهم ايضا لويزا حنون ووزير الدفاع الاسبق خالد نصار. هم الان يصولون ويجولون احرار، كانوا في المحكمه العسكريه باحكام ثقيله ثم تغيرت. وحتى يدافع التوفيق بلي من حقنا نجتمعوا، من حقنا نتناقشوا. انا اتذكر عندما ذهبت الى ولايه جيجل والقيت كلمه في بيت اخ من اخوه من الاخوه، عندما حبطنا امسكوا بنا ضباط الامن الولائي وساقونا الى مخفر الشرطه. من جمله الاسئله التي طرحوها علينا قال واش كنتوا تهدروا في الدار؟ قلت له كنت نسب في الدوله. سالنا انت لا حول ولا قوه، واش كنتوا تديروا في الدار؟ كنا نهدروا ننتقدوا الدوله حرام ممنوع، يعني مش نقصد الدوله، نقصد السلطه التي تسير هذه الدوله. وانا عندي كلمه مفهوم الدوله ومتى تاسست وكيف تاسست، وهل لها تعريف واحد او عندها تعريفات كثيره، وهل ما ولماذا يعني اخترنا تعريف على تعريف اخرى، هذه مساله كبيره. انا المهم حبيت الان نقول لكم به باختصار، باختصار هذه الجمعه الثانيه في بدايه السنه ممنوع من صلاة الجمعة، وممنوع من حضور الجنازة، وممنوع من حضور الأعراس، وممنوع، وما عندي لا حكم قضائي، ولا نحن تحت الرقابة القضائية، ولا أنا تحت أحكام مع وقف التنفيذ. هذا ذراع، هذه احنا عندنا القوة ما تصليش وما نحن نديرو. بصح شكون الذي أصدر هذا؟ من الذي أصدر هذا القرار؟ كنتوا تقولوا باللي في وقت بوتفليقة ويحيى وقايد صالح، واليوم انتم راكم تقولوا رانا دولة. اذا النظام ما تغيرش والعقلية ما تغيرش، وهذه عصابة غالبة، وحنا كنا في عصابة غالبة اصبحت مغلوبة، والعصابة الغالبة اصبحت اليوم مغلوبة وتصفى، ولسنا ندري ماذا يحدث بعد ذلك. قلت لكم خذوا مثال ماذا يحدث الان في امريكا، ماذا يحدث الان في امريكا؟ هذا ترامب عنده 75 مليون والاخر عنده 80 مليون. ترامب ما قالهمش انا خسرت، ترامب قال لهم سرقتوا الانتخابات، زورتوا الانتخابات من اجل التزوير، راحوا حتى الكابيتال، راحوا حتى الكونغرس، وحدث ما حدث. هذا خاسر يعني وما نجحش، القضاة رفضوا وأعادوا الإحصائيات، ورغم ذلك انظر ماذا حدث في أمريكا اللي يسموها دولة الديمقراطية. الحمد لله رانا بدينا نسمع هذه الأيامات أن الديمقراطية هشة، وأن الاتحاد الأوروبي لابد من تصحيح الديمقراطية ولابد من علاجها. احنا لما كنا نتكلم عن النظام الديمقراطي كإيديولوجيا وكعقيدة وكوسيلة، وكانت عندي سلسلة تاع مقالات لم أكملها على كل حال، كنت نقول يتبع ولم أكملها حتى نتحدثوا على هذا النظام. درتوا لنا الاشتراكية بالسيف والديمقراطية بس أي ديمقراطية نريد، ديمقراطية بالمفهوم الأمريكي ولا بالمفهوم الصيني، حتى الصين عندهم ديمقراطية، ولكن ديمقراطية نتاعهم نتاع حزب واحد. إيران عندها أيضا ديمقراطية، كوريا الشمالية عندها ديمقراطية، كل دولة الآن تدعي أنها. ما هي الديمقراطية التي يراد تطبيقها؟ وما هي المقبولة وما هي المرفوضة؟ وهل تقبل عقيدة وترفض وسيلة، أو تقبل وسيلة وترفض عقيدة وإيديولوجيا؟ هذا نحن لم نتناقش في هذه الأشياء، هذه لم نتناقش. راح تجيب حاجة ونطبقوها هاي الآن. أمريكا وما أدراك، انظر ماذا يحدث. هذا يعني نحن بالطبع نقول خسر،
لكن هو لا يسلم بالخسارة، هو يقول سرقوا مني الانتخابات وزوروا لي الانتخابات وشوف ماذا حدث، ولسنا ندري تداعيات ماذا ستكون في الأيام. الآن يفكرون في خلعه وعزله بالمادة 25 من الدستور الأمريكي. نعم، الآن يفكرون فيها. احنا نجحنا يا ناس، احنا نجحنا. فإذا وإذا خالد نزار وقادة النواحي العسكرية والمخابرات العسكرية في ذلك الوقت اللي كان على رأسها التوفيق، وكان فيها إسماعيل وكان فيها طرطاق وكان فيها شنقريحة، وكانوا هؤلاء قتلوا الشعب الجزائري ومارسوا ما يسمى بإرهاب الدولة، ونزعوا للناس الذين نجحوا، نزعوا لهم حقوقهم، واستخدموا السلاح الذي يدافع به عن الشعب وعن خيار الشعب في مقاومة الشعب. والحقيقة ربما يكون عندنا الوقت حتى نفصل الأمر إن شاء الله في قضية الديمقراطية هذه وقضية أمريكا وحتى الاتحاد الأوروبي. الآن كلهم، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كلهم ينددون بالدخول إلى 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 احنا في الجزائر ماشي الدخول، دخلوا إلى ديار الناس، دخلوا إلى الذين نجحوا بصناديق الاقتراع وبالجريدة الرسمية، نعم، والمجلس الدستوري اللي وقع عليها، دخلوا إلى ديارهم اللي ما يجدوش، هو يديو باباه، يديو خوه، يديو عمه، يديو خالته، يدمروا الديار، قتلوا، خطفوا كل شيء، ولا واحد فيهم تكلم. هذا خسر وشوف الآن. لكن أوروبا قالت لك هذه قمة الديمقراطية لابد، لأن مثل ما حدثت الثورة الفرنسوية وقف ملوك وأمراء أوروبا ضدها، الآن الآن هم خايفين أن الديمقراطية هذه الهشة إذا سقطت في أمريكا فإنها تتساقط. ما هو البديل؟ تعالوا نناقش في العالم. والله لن تخرج البشرية من أزماتها وكبواتها مع تزايد عدد السكان فيها إلى 7 ملاير أو 8 ملاير، مع تناقص المواد الأولية فيها، مع يعني ضيق الاتساع، مع يعني أصبحت حتى الغابات موجودة، البيئة مهددة، الأشياء كلها، ما لم يقف الحكام والأمراء والملوك في العالم إلى إعادة النظر في القوانين الدولية وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتخاذ وسائل يعني وسائل فعلية تنفيذية، رانا رايحين إلى كوارث لا أول لها ولا آخر، لا أول لها ولا آخر. لابد الآن العالم يتداعى على أن يناقش القضايا الأساسية، وأن يناقش عمق الأنظمة السياسية الاشتراكية، الشيوعية، النظام الإسلامي، النظام الشيعي، النظام هذا، لابد حتى يخرجوا بقواسم مشتركة هي من نبع الفطرة البشرية، يعني لا يخالف فيها أحد مهما اختلفت ديانهم وتوجيهاتهم، فطرة بشرية تعرف الحق وتعرف الباطل، فطرة الله التي فطر الناس عليها. انظروا الآن ماذا يحدث في أمريكا، انظر ماذا يحدث في أعرق الديمقراطيات في العالم. وأنا أريد أن أنبه، كاين الناس راهم ينتقدوا الآن الديمقراطية ولكنهم ديكتاتوريين، فالذين ينتقدون الديمقراطية ليسوا صنفا واحد، كاين لأنه ديكتاتوري ويقمع الناس، وحتى قنوات، شفنا قنوات يعني تابعة للدول الخليج أو تابعة لإيران أو تابعة للدول العربية، الآن يهلوا والديمقراطية والديمقراطية، لكن ليس غرضهم نقد الديمقراطية أو نقاش الديمقراطية أو بيان العيوب اللي فيها أو المحاسن اللي فيها، وهل تقبل أيديولوجيا أو لا تقبل أو وسيلة أو كذا، ليس التصحيح، وإنما الهم نتاعهم أنهم يقولون سوف نتحكم عليه. إذن الدكتاتوري ينقدها والشيوعي ينتقدها، وكل واحد عنده نزعة تسلطية يريد يعني، لكن انظر هذه القنوات تسلط الضوء على ما يحدث فيها، ولكن لا تسلط الضوء على ما يحدث داخلها، لا في السعودية ولا في إيران ولا عندما هذا كلها حيث تكبت الحريات وتكبت الكلمة وتكبت كذا، لا أحد يسلط عليها الضوء. يسلطون الضوء الآن
انظر حتى بعض القنوات تصيب الصحفيين نتاعها ابدعوا وتحدثوا والديمقراطيه، ولكنه لا يستطيع ان يتكلم ولو نصف كلمه في النظام الذي يمول قناته. لا يستطيع ان يتكلم، واذا حدثت مسيره او حدثت يعني وقفه فانه لا يغطيها، وكلهم الان يسلطوا على امريكا. اذا شتانا بين من ينتقد الديمقراطيه من الناحية الفكرية ومن الناحية العقائدية ومن الناحية الإجرائية كوسيلة من الوسائل، وبين الذي ينقد الديمقراطية لأنه متشبث بالديكتاتورية وبالاستبداد ليمر في دهس الشعوب ومنعها من حقوقها. لكن أمريكا مهما كان من أمر، والحق ينبغي أن يقال، الإعلام حر، الناس مازالت أحرار، والامور تمشي في طريقه قانونيه وقانونيه دستوريه. مليح الدستور مش مليح، لكن مازالوا متشبثين به، فشتانا بين هؤلاء. احنا لو كان حدث هذا في الجزائر احنا نجحنا وكتلونا، يا لو كان خسرنا ودرنا حركه والله غير رحاو الشعب باكمله، احنا نجحنا. او الفرق هذا في الحقيقه انني اقول، ونحن لا يمكن لنا ان نحضر اي محاضرات أو أي اجتماعات نعرف أن من ورائها ومن يحركها يد المخابرات العسكرية لأهداف سياسية. البلاد في الداخل مش صالحة، فكيف تريد أن تصلح غيرها؟ هذا الذي نحن نقول، وللحديث بقية. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قلت هذا في الجمعة الثانية لأنني كنت أظن أن الأمور الجمعة هذه خليونا نصلي ونتحركوا وربما نروح الولاية من الولايات ونلتقي بإخواننا، ولكنني ممنوع على كل حال. وهذه الوضعية التي أنا فيها هي أشد من السجن عند العقلاء، عند العقلاء والفطناء. هذا عقاب لم ينص عليه لا دستور ولا قانون ولا شريعة ولا أي نظام. تمشي هكذا يحبسوك ثلاث سيارات، يحبسولك، ممنوع تقول لهم كذا، يقول لك احنا عندنا اوامر. يا ولدي راكم تقولوا باللي كاين حقوق الانسان وراكم تقولوا كذا، نحن نحاسبك. قل فاتوا بالتوراه فتلوها ان كنتم صادقين، انت عندكم دستور، هذا الدستور ما تمشوش به، القانون ما تمشوش به. يقول لك احنا الله غالب علينا، احنا ما نجوش، احنا جينا اوامر تمنعك تمنعك. وانا اقول الشكوى الى الله والبيان الى الناس حتى يفكروا وحتى يعرفوا الجهات الاخرى. ومن بعد الان يجي يقول لك انظروا امريكا ماذا حدث فيها، انظر كذا ماذا حدث فيها.